وافق مجلس الشورى اليوم برئاسة معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. بعدها وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني حول قانون بالتصديق على الاتفاق بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية قبرص بشأن التعاون في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية والهجرة غير المشروعة والجرائم الجنائية الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقية. فيما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية مصر العربية والمرافق للمرسوم رقم 15 لسنة 2018 والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. أهمية هذا القانون تكمن في أنه هو يعطي الإطار اللي يكون فيه عضو مجلس الإدارة يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة، فليس من المعقول أنه نسلم إدارة الأندية أو الجمعيات لأناس فقدوا هذه الأهلية بموجب القانون، فإذا كان صدرت عليهم أحكام فبالتالي هو يفقد هذه الأهلية. وبما أنه مجلس الإدارة في هذه الجمعيات أو في الأندية هو مسؤول عن نشأ، فبالتالي من البديهي أنه يكون عضو مجلس إدارة عن كامل الأهلية السياسية والاجتماعية لأنه في يده مسؤولية كبيرة.